إذن تواجد اللحظة بمنزل البطل المغربي السابق لألعاب القوى السي محمد التفاحي. نتواجد بالمنزل ديالو كما كتشوفوا، نحن في غرفة مخصصة للتدريب من خلال مجموعة ديال الآلات الرياضية. إذن تقدم معنا السي محمد وعطينا فكرة على هذا القاعة اللي خصصتها وهذه الغرفة هذه مخصصة للتدريب. أولا شكرا أستاذي العزيز، الصراحة كتعطيونا واحد النقاط اللي هي في المستوى العالي اللي كيخصنا ننوروا بها الرأي العام. مشكور على هذا السؤال اللي طرحته عليا. أنا الرياضة كنحبها، ما عشت فيها أنا من منذ 10 سنوات اللي كانت في العمر ديالي وحنا في ألعاب القوى، بقيت إلى حد الساعة. دابا راني 57 سنة والحمد لله للشرف انني انتميت لهذه الرياضه وتعلمت منها عده دروس اللي هي صراحه فادتني في الحياه ديالي، وكذلك ندرسها للاطفال والشباب الصاعدين. كنحاولوا نجيريو معهم باش كيكونوا في المستوى العالي، سواء في الدراسه سواء في الرياضه سواء في الاخلاق سواء في السيره الذاتيه اليوميه ديالهم. والحمد لله توفقنا في هذا الشيء. هذا الوليدات اللي فاتوا عندنا في هذه الجمعية إلا وكانوا في المستوى العالي، ولو كتكون شي نظرة أن الجمعية غائبة أو كذا، عمر الجمعية ما كانت غائبة. أن هذا خير دليل كيدل على أن هذه المعاناة اللي كتعانيها الجمعية، شفت واحد إلا كان غايب راه كيعاني، أن الجمعية راه حنا كتعاني واحد المعاناة كبيرة، من رغم أننا حصلنا على كإطار وطني، قمنا بتكوين في التدريب مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى في بوزنيقة، وحصلنا على عدة شواهد باش نكونوا مع الوليدات في المستوى العالي، نعطيهم جودة رياضية في المستوى. وكذلك كعضو في العصبة الشرقية، النائب الثاني للرئيسة في العصبة الشرقية، وللشرف بذلك كنتمي لهذا البلد طيب، الناس ديالو الشرفاء طيبين، وكذلك كنمثلهم احسن تمثيل. اما بالنسبه للسؤال ديالك، راني خرجت لك على الموضوع، السؤال اللي قلت لي على حساب القاعه، الا كنت كتحب شي حاجه، راه شحال ديال الناس اللي كيحبوا عده ميادين سواء في الكره وفي اي رياضه، راه كيصرفوا عليها الغالي والنفيس، ما كتبقاش فيهم حبا. حنا الحمد لله هذا الشيء اللي قمنا به الا القليل، وهاد الوليدات ديال هاد البلاد هادي وهاد الشباب يستحقوا منا اكثر من هاد الشيء هذا، يستحقوا منا اكثر من هذا الشيء هذا، اننا نضحيو معهم. الا قلنا يعني الحب والغيره على المجال الرياضي خلاكم تقوموا بهذا الشيء. نعم سيدي فاضل، اننا شوف حنا لو كان انا لو كان صبت انا لو كان لقيت القدره والجهد باش انا شي خطرات كنكون هكا كنشوف كنقول انا يا ريت يكون واحد ابطال او جوج لي من جراده اللي يكونوا كيشرفونا على الصعيد العالمي، ما نبقاوش نقولوا غير كان يحيى بالرباح اللي هو بطل سابق ديال جرادة، مشكور شرف جرادة وعطى واحد السمعة طيبة على جرادة. حنا بغينا على الأقل كل 4 سنوات أو 5 سنوات إلا ويكون عندنا واحد بطل فعلا، خص يكون خلاف، ما بقاوش دائما كنقولوا الماضي. نعم شباب نكونوهم نأطروهم ويوصلوا بفضل التدريب وفضل الغيرة ديالكم والحماس ديالكم على هذا الميدان الرياضي، تخلقوا أبطال إن شاء الله. ان شاء الله بحول الله كنتمنوا ذلك. هذاك الشيء اللي قلتو هو اللي كنتمنوا ان جراده اللي الوليدات ديالها ما غاديش نكروا الخير ديالها، فاتوا ابطال وكاينين ابطال، ولكن كاين غير كيخص واحد شويه ديال المساعده وديال الناس المسؤولين اللي يعاونونا باش حتى حنا نمشيو لقدام وهاد الوليدات يمشيو لقدام. انا ما يمكنش ان جراده شحال من وليد فات عندنا هنايا اللي هو كان بطل المغرب ودخلوا للمعاهد الوطنيه، كان لنا الشرف بمراسلة من الجامعة، ولكن كتلقاه تدرب واحد باش يكون بطل المغرب كيخصو على الأقل واحد 7 سنوات أو 8 سنوات ديال التدريب. لابد باش يكون بطل. ملي كيضرب 7 سنين أو 8 سنين ديال التدريب وكيطلع بطل المغرب، ما كنعطيوه والو، عفوا ما كنعطيوه والو، كيمشي بطل المغرب وكنقولوا له شكرا وكيمشي في حاله، باش ما نكونوش كنكذبوا على بعضياتنا ونبقاو نقولوا حنا كنا كنمولوا الأبطال وكنا كنعطيهم، حنا ما كنعطيهم والو. وكنتمنوا انكم كان عندنا الدعم وكان عندنا الجمعيه حتى هي اللي قائمه بذاتها وعندها تموين من كل جهه، حنا دوك الوليدات نفرحوهم. يعني من خلال ما سمعنا منكم السي محمد ان مثلا هاد الناس بمجرد ما يوصل البطل واحد المستوى عالي
ما بقاوش يعطيو له عين الاعتبار، ما يعني كيتنسى بهاد العباره هادي. منسي استاذي الفاضل، كتولي راه نقول لك اول حاجه، اول عدو كيكون عنده هو المدرب ديالو اللي هو انا. علاش؟ لان كيشوف فيك انك هاد الطيل تاع 7 سنوات ولا 8 سنوات بحال اللي كنت كضحك عليه. انت عذبته وسهرته وتبليسه وبرا وما خلا ما دار، وبالتالي كيبقى راسو صال بطل المغرب وما دا حتى شي حاجه. كي كتولي عنده اكبر عدو الانسان اللي غادي يكرهه الاول هو انت، لان ما شاف معك غير المعاناه، ما شاف معك حتى شي حاجه، كتولي عنده عدو. احنا كنعيشوا هاد اللحظات هذه، وليدات اللي عشنا مع بتنا معهم في كل بلاصه في المغرب وتعاونينا معهم وبيتناهم في عند العائله ديالنا. يكفيك استاذي الفاضل ان من غياب الدعم، باش ما نبقاوش نكونوا كشويه كنعطيو شي مبالغات، اننا ملي نكون كنقولوا اودي كونا عده ابطال، بصح كنقولوا التمويل ما كاينش، كونا عده ابطال بداك الدعم القليل اللي ما مستمرش، مره كيتعطى ومره كيتناسى، ومره راه تقدر تقول انت في المده ديال 9 سنوات حصلنا على الدعم 4 خطرات، 4 سنين، 5 سنين ما حصلناش على الدعم. كنشدوا الوليدات ملي كيمشيو مثلا عندهم مشاركه في بنكرير او في تحناوت او في الرباط دار البيضاء، فهذا كنمشيو كنضطروا اننا بالمجهودات الفرديه اللي ما كنحسش بها ذاك البطل باش يكون بطل، وكنمشي نلعب شي بلاصه كنقول لذاك الوليد صافي راه كاين المبيت، كنمشي كنبيتو كنعيط لشي صاحبي ولا شي واحد كنقول له الله يجازيك بخير راه حنا جايين غادي نباتوا عندك باش غدا غادي نلعبوا نظرا. يعني خصك تخلق واحد الجو لهذاك البطل من مبيت وتغذيه باش حتى هو يقدر يعطي. نعم. اذا انتقلوا واحد المساله اخرى ان شاء الله السي محمد، الرصيد ديالكم الجوائز وشاو التقديريه.